أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص العلم الشيخ سيد صالح المعملي.
هذا نقابة القراء بمصر القارئ قناة الرحمة الفضائية نجم مركز مدينة الحسنية محافظة الشرقية المقيم بالنيل بحر البقر في ليلة التكريم للراحلة الكريمة التي أسأل ربي أن تكون في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين. مشاركين العزاء لعموم العائلات والأسر المرتبطة بصلتهم جميعا وباسمهم يتقدم زوجها عمدة الواجب الوالد الكريم الحاج محمد فوزي أبو العلا أطال الله بقاءه يتقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان لكل من أتى يقدم واجب العزاء. الشكر موصول لفريق العمل في هذه الليلة القرآنية المباركة الشركة العالمية والهندسة الصوتية الحاج السيد أبو الوردة أولاده بالمناجاة البث المباشر التسجيلات القرآنية الشهندس أشرف العيسى والحاج هاني العيسى بالمناجاة فراشة لنار الحديثة الحاج شكري أبو شاهين الحاج محمود أبو شاهين بالقنطرة واجب الضيافة مجموعة دفاعات المتر خير الله أبو عزب باثنين بحر البقر لله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء عندها بمقدار وإنا لله وإنا إليه راجعون.